السلام عليكم يا شباب، منورين البث. اهلين يا سيف، وعليكم السلام. عليكم السلام يا ملاذ حبيبي يا هيمة. خلنا نروح الدور لين ما نضبط هذا عشان ما نضيع وقت. اهلين يا كانيكي حبيبي، ما تقصر. غيرت اسم حسابك؟ ايوه، غيرت اسم الحساب الى مستر اوبي. اي ام سو اوبي، او ماي جاد. كوكي القديم راح، خلاص الحساب. كده تمام، كده تمام. للأسف اللغات تقاطعت علي، إنجليزي عربي، إنجليزي عربي. كده حلوين. هذا يعني ذاك اليوم في نص الأمطار، المشكلة يعني مو بمطر ضعيف ولا، يعني لا مطر قوي، يعني الدنيا غاطة برا، ولا لازم نداوم غصبا عنا. حاليا قاعد أبث من السوني نفسه، لأن القطع ما ادري، لازم اتريا لين ما الوايرات توصلني، لان احتاج وايرين حق القطعة عشان اقدر اشبك الصوت، لان اذا شبكت القطعة ما يطلع صوت البارتي، ما يطلع. واذا حطيت السماعة صوت اللعبة بكبره يختفي، واذا ما حطيت السماعة صوت اللعبة بس يوصل، صوت البارتي ما يوصل. فحاليا اتريا الواير لين ما يوصلني، لان في وايرين لا احتاجهم، اللي هو حق الميل والفيميل حق الاوديو، يعني عشان اقدر اشبك المايك واقدر اشبك السماعة عشان اقدر ابث بصوت البارتي وصوت اللعبة. طبعا ما عليكم من التايتن شكله جميل، بس لان كنت قاعد اسوي مهمات وشي، يعني هذا هو شكل التايتن عندي. Everything Fenchurch says Not is safe everything. as hell. لحظة. تن تررن تن تن تن. نفتح لكم شي باكجات. Eververse is at your service. شي ادلعكم، افتح لكم باكجات. اشوف انا افتح الباكجات اللي مال السيزون درافتر. اوكي، دامني فحصت اكزوتك هني، ما اتوقع اني احصل هني اكزوتك. تشيز بروجكشن، اوكي، مال الجوست هذا. لاحظت شيء، ان كل ما بنجي راحوا في الايفنتات كل ما اختربت اشكال الجوستات. تحديدا في شيء جديد اللي هو ايفنت الريفل ريحار الريفل انا والله انا تشوفوا شباب، انا بقول لكم مهمنا من هنا، انا بسميه ايفنت الريفري، ريفري داون.
صندوق هذا هو من بعد اسهل ترفعين، ما ادري اذا ولد ولا بنت، لكن من الاسم واضح ان ملاذ يعني بنت. تقدرين ترفع اكثر في لين 650، لان بنجي قالوا ان اذا لايتك تحت 650 راح تحصل لك على برايم من جرامات اكثر لين ما توصل 650، وبعدها راح تبدا ترفع باورفول جير وجرامات عادي بشكل عادي، راح يطيح لك الباورفول اللي اتكلم عنه. لان حاليا الباورفول اللي يعرف ان اذا لايتك تحت 600، طلعني من البارتي ما ادري ليش، اذا لايتك تحت ال 600 تحصل لك على ريورد اكثر عشان ترفع لايتك اسرع. من بعد ما توصل لبعد ال 600 و650 هني شوي اللايت بيبدا ينزل في فتره الارتفاع، يعني مثلا انت قبل 600 ترفع بسرعه، بعد 600 اللايت شوي شوي يبدا ينزل، لان الريورد اللي تحصله ما يرفعك وايد، يعني خصوصا حاليا من بعد 650 عشان 700 الريد ما كان يعطيك لايت عالي جدا، الفرق يعني عن لايتك وايد، خصوصا بعد ما توصل 690 يبدا اللايت نفس الشيء يتم واحد 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 لين ما توصل لين 700. والله يا عبد الله يعني هون المشكلة بنجي ما ادري ليش، يعني شوف حاليا انا قاعد يجيني كونتنج ديسني سيرفر ما ادري ليش، وطلعني من البارتي بعد يعني اعطاني ايرور، يعني حاليا قاعد اتكلم من بارتي اللعبة. قطعت بالاضافة اللي بعد الفورسيكن، حاليا الاضافة هاي الاضافة الثانية جوكرز وايلد. طبعا براويكم القطع اللي عندي حق الميركوري ومارس، هاي القطع راح تجيب لي شوفوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غير هذه عندي قطع ما كوكب مارس اتوقع، والله ما ادري قطع كوكب مارس. طبعا هاي الختم لان عقب بقعد اسوي فارم عشان اجيب ماستر وركر. What do you need? والله مشكلة، تشوف هو بكل صراحة العرب دوم معانين في كل الألعاب، فورتنايت، ديستني، أي لعبة ما فيها إلا فيفا أتوقع. فيفا والله فيفا إذا نتك جميل ما تعلق اللعبة، لأن أكثر سيرفرات، لأن عندهم سيرفر ميدل إيست، أغلب الألعاب فقط مسمى ميدل إيست، وآخر شيء السيرفر يكون في أبعد منطقة ممكنة عن ميدل إيست. لكن حاليا مع اللي فتحوه في شو اسمه في البحرين حق امازون، اتوقع في البحرين حق امازون، ان تبدا تاخذ هوست حق السيرفرات، لان فتحه السيرفر مو بهينه، يعني فتحه السيرفر انت قبل ما تفتح سيرفر تحتاج هوست في اللعبه. كنت دائما تلاقي وياك لعبت كذا مره كروسبل ضدك، عاد ان شاء الله يعني كنا قد المستوى. اذا لعبت ضدي حاليا في الكروسبل ترى مستواي طايح حاليا، لان توني جديد حولت على ماوس كيبورد فالمستوى طايح. You just never quit, do you? Took out Gaul, woke up the traveler, and now half of what I hear in the streets is how much you and your clan are making a difference. انا بخلي حق الهنتر. That's why I started this whole clan thing in the first place. People are still waiting for the vanguard to lead the way. It's time for a change, and guardians like you are making it happen. شو قاعد يعلق؟ والله قاعد يعلق. يعني لو نتي زبالة بقول نتي زبالة. لكن يا أخي نتي والله مو بهي يا أخي والله. أنا هذه الحياة جميلة. لا هو يوم تلعب بي سي حاليا
ترى يعني عفوا لو تلعب ماوس كيبورد على السوني ترى مو بنفس البي سي ابدا، مو بنفس البي سي. انت بس يعني في السوني حاليا انت تلغي الام اسيست عندك في الماوس كيبورد تلعب بدون ام اسيست، غير هذا يعني اللي شفته انه سهل لي في الماوس الكيبورد يا اخي الجمب، يعني الجمب اسهل الحين اقدر انقز واصوب شيء يعني الحركات اللي قاعده تصير يعني حاليا في الماوس الكيبورد. لكن ما تقول لي اذا لعبي في الماوس كيبورد ولا الكنترولر احسن، الكنترولر كان احسن لعبي لان سنين العب في كنترولر يعني متى من الفينات 2000 2002 2001 من سوني 1 يعني اي سوني 1 قبل السوني 1 حتى قبل السوني 1 يعني كنا نلعب كنترولر، الكنترولر اللي مع سوني 1 مو كنترولر سوني 1 نتكلم عن الاجهزه بواير اللي كانت على سيجا على الفاميليا على على المربع مكعب الالعاب ما ادري شو كانوا يسمونه ما ادري شو كان اسمه بس دقيقه احس سيرفرات سوني فيها شيء ما يخليني اسوي بارتي ما ادري ليش. اتوقع انه في شيء في السيرفرات دوم يا اخي، سيرفرات سوني فجأة جي تنضرب اني طلعك بالبارتي ما تقدر تدخل بارتي ولا تقدر تسوي بارتي. حسيت المهم ما عليه بنكمل بدون بارتي. اذا تبي تدخل الكلان، الكلان محطينه برايفت، الكلان اللي يقدرون يدخلونه فقط اللي يكلموني، لان انا كنت ابي ادخل ناس انا بيهم يلعبون. حاليا في ناس كثيرين سحبوا على اللعبه، فاشوف اللي يسحب على اللعبه ما يلعبها اطرد من الكلان اجيب ناس يلعبون، مع ان هذا قبل كان يلعب يعني يلعب اضافه فورسيكن بس وقف. في ناس يدد حاليا يلعبون اضافه الجوكرز وايلد، يلعبون الايفنت، يلعبون هالاشياء فاجيبهم جديد. وبالنسبة لكلامنا السابق يا شو اسمك يا ايسكو، خلنا نقول لك ايسكو ايز والله اسمك صعب صراحة. بالنسبة للموس الكيبورد اللي يريحني انا في الجمب بس، لكن من ناحية ان اللعب والله صراحة يعني لعبي في الكنترولر افضل، لكن مع الوقت تطور يعني انا توني جديد على الماوس كيبورد يعني ما لعبت العاب وايد ماوس كيبورد قبل يعني ها شيء واقعي ما لعبت وايد ماوس كيبورد انا. عندي بونتي لازم اخلص هيد شوت كلس في الكروسبل. خلينا ندخل ان شاء الله يا سنيور. في حاليا في الفترة الحالية ما بقدر اسوي هذا الشيء لان قاعد اسوي اشياء ثانية ابي اسوي اشياء ثانية في القناة فقاعد اجهز لها. وعليكم السلام يا وولف، السموحة ما رديت عليك وانتبهت على كلامك. نعيمي موجود لكن غير اسم حسابه. نلعب كوكو ولا رامبل شباب؟ كوكو ولا رامبل؟ بس انا انفيتيشن تبع النايل اللي كل اسبوع تاخذها من اكزور، ايش سالفه النايل؟ كلام مو مفهوم ابدا. سمعت انه في ناس يقول لازم تكون لعب ديستني 1 عشان تفهم الاشياء. مو بشرط ان تكون لاعب ديستني 1 عشان تفهم هذه الاشياء، لكن معلومه عن الناين ترى لاعبين ديستني 1 ولا يفهمون ولا عارفين شيء عن الناين، لان في ديستني 1 نحن ما كان عندنا اي معلومات عن الناين. حاليا الناين طلعوا في ديستني 2 مع ترايلز اوف ذا ناين. وليش ترايلز؟ طبعا البعض يفكر انه بس ترايلز يعني بس شيء مني والدرب يلا حط لك ترايلز. طبعا ترايلز اوف ذا ناين حطوه عشان الناين يجربونك، ترايلز اسمه يعني تدريب تجريب يعني يجربونك يشوفونك هل انت قد الشيء هذا ولا لا. حاليا الناين في عندهم موضوع او حاليا قاعدين نكتشف عن الناين اكثر واكثر، منو هم الناين، ليش موضوعهم شيء، ليش الناين قاعدين يراونا هذه الانفيتيشنز اللي هو خلونا نقول الرؤيه اللي يدخلونا لكوكب ناين الانون سبيس، ان يراونا شو الاشياء اللي قاعده تصير، شو الاشياء اللي صارت. طبعا البعض يقول ان في بعضهم من المسريز هم ووكنز،
لكن تحوله مع قوة ثانية إلى الناين. في كلام يعني طلع عن هالأشياء، لكن معلومات عن الناين ما في، ما فيش معلومات عن الناين. الناين مو بمعروفين منو أصلا. لكن مع ديستني الير 3، مع أنه ما أتوقع أن تنزل ديستني 2 هذه السنة، أتوقع أنه راح يكون سنة ثالثة في ديستني 2 وبعدها راح تنزل ديستني 3 في السنة الجاية. ما أتوقع أن هذه السنة تنزل، لأنه مستحيل أتوقع ينزلونها، لأن إذا نزلوها الحين أحس ما والله ما أدري إذا راح تمشي والأشياء هذه. لكن بالنسبة للناين، المعلومات الوحيدة اللي عندنا عنهم أنهم مو بمعروفين هل هم جانب معانا أو ضدنا. طبعا هم حاليا الناين قاعدين يلعبون على مصلحتهم نفس كالوس. طبعا كالوس اللي هو البوس حق ريد ليفايثان، طبعا اللي نحن جابلنا في ريد ليفايثان مو بهو كالوس نفسه، ها كالوس قاعد يجربنا الحين. بما ان كل الموجودين في اللعبة قاعدين يجربوننا، ابي اعرف شو اللي بيستوي. يعني حاليا ديستني او بنجي ماشيين على نظام صح من ناحية اللور من ناحية القصة، لكن باقي لهم شيء واحد بس يضبطون الكروسبل. مو بكل يوم يومين منزلين السلاح حق المنوب، ما يحتاج تسوي فيه شيء، بس اطرق ميت ميت ميت، ما يبالي شيء. تلستو كان الاول، حاليا جوتر. لا لا ان شاء الله ما نسحب على ديسني 2 يا سنيور. بديت من مجرد قصة الجوكرز وايد. البعض فاهم موضوع الانفيتيشنز غلط، ترى شوفوا يمكن في ناس على ناس يفرقون. حلو، انا كشخص محب للور محب لقصص ديستني، هالاشياء لو ابسط الاشياء تجذبني. يعني حاليا الكلام اللي قاعدين يقولون الناين، قاعدين يكلمون المصري، المصري طبعا هي جارديان بس خسرت جوستها وبعدها اخذت باور من الناين. بس اللي خلاني كيف اقول لكم، خلاني افكر في الموضوع ان في شخص يبي ياخذ قوه من الناين، ابي اعرف شو هي قوه الناين، هذا اللي ابي اعرفه. ليش قوه الناين تقريبا مشابهه لقوه كالوس، هذا اللي انا ابي اعرفه. هل الناين ماخذين قوتهم نفس الشيء من الداركنس؟ طبعا نظرية كلب 2019 في ديستني 3 راح يرجعون او راح يجون شخصيات راح يساعدونا عشان نقدر نسيطر على قوة الداركنس. ارسمور عندي امل انها ترجع من ديستني 1 ترجع في ديستني 3. كالوس متأكد مليون بالمئة راح يجي. والله انا موتاتي والله يعني لو ان على كل موتة على كل موتة جوتن متها، لان الحين انا من اغنياء الامارات. طبعا سموها عاد على المستوى اللي حاليا راح تشوفونه. بوشت دقيقة بس انا ما مغير شيء. بسرعة لو سمحت. يلا لا وين 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 اوكي. كنت بغير الهلمة بس قلت لا والله غيرها، اكيد عندك الكليب يابا فما بطلع له. ترى ايش يروح. والله اني اسوي لك تي باق يا كلب. انا قلت وين اختفى من الماب، حسيت انه مسوي كراوتش بس ما توقعت انه يعني يكون شيء لهالدرجة زبالة. هني يعني كمل يمشي بكراوتش. عندي شتقل هول تلاقي هني يسوي قلتش القرنيد. ليش هو القلتش اللي موجود في القرنيد؟ والله ما اعرف عنه.
اول مره اسمع ان اذا في جلتش هذا الجرنيد. هذا حقير والله. انا بسوي له تي باج يا اخي، وايد يسوي كراوج. يعني اجوب انا شفت ناس يسوون كراوج في وقت الحاجه، بس ها قاعد يمشي بكراوج. زي كراوتش في اللعب. يعني يوم جيت هناك فريقنا كان متجمع هنا، قلت ما ابي اوصل فريقنا. والله اني ضربته قبل ما يضربني. لا ما سويت فارم دست يا محمد. وعليكم السلام يا باسل. طبعا علاقة الدرفتر مع المصري بعده مو معروف، لكن علاقة قديمة. ليش ليش ليش؟ لماذا هذه العصبية؟ لماذا هذه العصبية؟ يعني والله انا علقت في الجدار، ما اقول لك لا. كان يعني كابتن والله هدى اعصابك، يعني والله اني بروحي. يعني انتوا كنتوا ثلاثة، يعني لو تعطوني تيم شوت تشقوني شق. عفو عليك. يعني واحد ما له دخل. طبعا تو اول جيم شباب. خيب كل شغل سوبرات يشوف يروح سترايكر اللي تلعب وياه. سبكتر العادي والله بجاوب ما عندي مشكله، لكن سترايكر والله لانه اعرف انه قوي، اعرف قوته. خلنا اسوي سوبري. كاتبين على جبهتي استخدموا علي سوبر. يعني ما ادري ليش كل هالناس قاعدين يشغلون سوابرهم علي. وهاي يمشي لي بكراوتش. لعب جميل حق الكروسيفر. كل يوم والثاني اخ بنجي تبدع في الاشياء في الكروسيفر. اعطاني ملي بعد. شو والله يمشي بكراوج. كراوج والله قهرني، حتى لو ما يذبحني قهرني. اللي قدامي ما مات، اللي وراه اللي مات. اللي لا انا كنت بنتحر ويا والله ما توقعت انه ما يموت، واللي وراه اللي هو اللي يموت. انا نسيت العب. اوه ماي جاد. لحظة تراني مغلط. والله اني مغلط، قاعد اقول شو السالفة، ليش ما في رينج الملي مالي؟
والله إذا ذبح والله ما ذبحتوه. لا صدق استهبلون. 3 minutes remaining. هي هكذا يدرعمون. اي والله قاموا يعرقون بكوك اكثر منكم. والله انا في الكوم ما شفت التعريق اللي شفته في الكوك. لا اوكي والله يعني قاعد يلعب لي بش اسمه بالترايفل. والله هنيك صراحة. برايمري از ماي جيم. انا في البرايمري ما اخسر وايد الحمد لله. والله ملقلق والله ملقلق والله ملقلق والله ملقلق. شفتوا كيف حركته؟ شفتوا كيف حركته؟ ما يخصني. خير سير ريلاكس. انا ابي دست روك والله لو احصل وقسما بالله حصل اللي في بالي والله ان اللي ضدي وقسما بالله ما يعيشون لو احصل اللي في بالي. سلاتشو درامبيج يقولون يا اخي كل هالمزبلة قاعد يلعبوا لي دست روك كل واحد فركات احسن الفركات اللي عندي. وين راح الكلب؟ ايوه الكلب. شو سالفة الفريق اللي ضدنا كلهم يبون يسوون كراوج؟ والله ما ادري. هل في موضة جديدة انا ما اعرف عنها؟ والله الدستروك اللي عندي فور دلة فور بيضة اي دلة بعد. يا ريت لو الدلة فيها خير على الاقل بتشرب منها شيء. عادي اول جيم تسخين. لا لان انا طالع من البارتي فما يدخلني بارتي فعشان شيء بهذا وهذا هو سبب انه جاي بالعيد. ها يا اخي شوفوا كم انا خطير يعني يعني معني جاي بالعيد الكيدي مالي فوق الواحد. تمام ما بيمدح نفسي. سلاجو درام عندي مايند بندر. شوف المايند بندر اللي عندي جميل جدا. المايند بندر اللي عندي اللي هو اوبننج شوت ورامبيج. انا ابي سلاجو درامبيج لانه يتوافق مع نظام لعبي. حلو انا نظام لعبي شو؟ درع مذبح. هذا هو النظام لعبي. سلاجو درامبيج وسناب شوت كيف؟ هو يا هو بركين يكون عليه مو بو ثلاثة. شنو المايند بندر اللي عندي؟ وين المايند بندر اللي عندي؟ هذا اللي اتوقع اللي حصلته كوراج دراند ورايفل برل. ايه هذا اوكي هذا اوكي هذا اوكي. عندي ماستر وورك وايد. هلا حد الان افضل واحد اشوف حصلته صراحه. ما ريلود سبيد محتاجه بس كتب شغله على التراكر. خلني اجيب شو اسمه ما ادري اذا بقدر الحق اجيب السلاح. لا ما اتوقع اني الحق.
ماذا قناة هب؟ اي دكزوتك من فورسيكن، ما ذكر ان في دكزوتك في الفورسيكن لها دخل في شو اسمه. بالنسبه للماوس والكيبورد والله اللي لاحظت يوم لعبت في الهنتر يا اخي، استمتعت الصراحه في الهنتر بالماوس والكيبورد يا اخي، ما ادري حسيت شي باحساس غريب خلاني افكر اقول اوه شكلي بحول بلعب هنتر خلاص كروسبل، لان حسيت شو جبت العيد شويه، لان مرات يمكن اطير خلاص انشق في الجو ما اقدر اسوي شيء، لكن صراحه يعني في مرات يعني كان ممتع، كان ممتع يعني جميل. اي سلاح نسيله في هذا، ما ادري بتشوف اذا بحول بعدين ولا لا، لكن خلني انقل السلاح هذا للفولت. طبعا هي بلعب هالجيم وشباب بنروح نصلي ونرجع لكم، او يمكن بعد في مجال جيم في زيادة على حسب. خلونا نلعب شابورون نلعب شابورون ليش لا صح؟ ما في شيء هذا، نلعب شابورون فيها نفس جوهرة خضراء. ايه اللي مال شو اسمه، اللي مال الورم شيء ما ادري والله ما اذكر شو اسمها، الورم اللي مال طلعت مع هذا. كابتن مو بشي يعطون شولدر تشارج يلفون يسار ويفجت تيلي ليمين، ها شولدر تشارج مو بشي نظام ترى. خيبة كم قرنيد؟ اوه هاي المفعلين البرك. لا لا شلو اي جلتش نوفا وورب النهاية، ما عرفتك انت في جلتش اصلا. يخرب بيت القرنيد والله، علقها مكان صح. سلاح جامبت البريكر اللي شو اسمه بريك نيك، ايوه نزلت عنه. لا 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 ما رديت ورا الإدارة يا أخي، لو ذبحت زين قبل. الشابورون تحصل الراندوم من قصة من الراوند كروسبل، يعني كل شيء راندوم ولا شو اسمه. يا اخي شو الناس هيل يا الفيوجن، بس يا اخي الرينج الفيوجن مش طبيعي والله.
شكرا. يصير ولا هو ما يموت من سوبري صح؟ ما يموت من سوبري، انا اموت من سوبري. مشكلة في واحد ثاني فرق جرنيد وياه يا اخي، ولا كذا احنا الجرنيد اللي فرهن فات وايد لان دمجتني انا وياه. كفى عليك روح روح طيح لي اوربات. كفى عليك الله عليك الله عليك اوربات ماي جاد. روح هني انا ميت صح؟ دقيت التاب بالغلط. مشكلتي يوم اتوهق وبيفرق رنيت شي على طول ما اعرف شو اسوي. سير ولا وانا بيعطيني شولدر تشارج. وات ذا هيل قوم يا اخي لا تدزون يا اخي بل اعطيني بس بشل بس بشل. وفي اوربات ورا خلينا نشيلها. سي سوبري. وعليكم السلام يا هنتر. بروح قال لي واقف روح حق هذا رد حق هذا. يا ما وراي عبالي بيسوي ذكي بيلي في مين. وعليكم السلام يا عبد العزيز. 21% دلاريوم 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 شي شي صار ما ادري شو اسمه. بعدين ما طلعنا انا ولا مطلع ولا سلاح من اسلحة الفينيكل حق هذا. انا بنجلط من هالفيوجن. شوف فيهم اللي ضدنا قاعد يطلعون لهالدرجة زعلانين مني قاعد العب شفرون. قاعد يلا كم مرة ذليتنا بالفيوجن مالك. لا شوف البرد كيف تعرف انك قامت لازم توصل ل 15000 وعقب تقدر تسوي الرست من نفس ال المكان اللي تسوي سيرش تدق عليه مربع او حسب الزر اللي انتم حاطينه حق اليوم. سوبر والله ما خلاهم نسي سوبري. درقن 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 خيب وما مات. شوفوا 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 ما مات. خيب خيب شو عطوني. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. شفت شو مسويين روكيت ليج شفتهم اشتريتهم. بدنا بركت محمد ولا لا؟
اي والله التايتن ذاك والله كفو عليه 42 كب ما كفو كافي لب. والله التايتن دخل في وجهي، ما انا شفته الشبرون اعرف العب فيه، لكن في الماوس كيبورد ماني ما متعود عليه، وحتى الكنترولر سحبت عليه يمكن فترة شهر. فنان كنسل السيرش لو سمحتوا، ممكن تكنسلون السيرش يعني سمحتوا بليز. ايوه شباب بس بروح 5 دقايق ان شاء الله، ما ممكن اكثر، اصلي ونرجع لكم ان شاء الله.
باك يا شباب. اتوقع اني خلصت البونتي حق الهيد شوت اللي في الكروسبل. خلنا نتأكد. انا خلصت البونتيات قبل الرفرش، ما باقي لي شيء من البونتيات. خلني اتاكد من شيء. يا سلام، شوف الرقم المميز. يا الله، خلنا نحط قرندير. نحط سولر. اي واحد قيادة. حطي هذا، حطي هذا. والله من الزبون ما لعب فيها، خليني العب فيهم معني ما بستخدمهم، خليني احطيهم. اول ما يجيب سوبري بقعد بس افرفر جرنيدات. تعال وين داخل انا؟ لازم اسير بدخل النايت فول. طب بس قبل النايت فول خليني اتاكد من الديلي. شو اليوم هذا؟ سكارلج امبروكن. ها عقب اسوي في الهانتر، ما اتوقع اني الحق، بس بشوف اذا بلحق اسوي ولا لا، لانه اسهل شيء واسرع شيء تقريبا في دقيقتين وشيء تخلصه. ندخل ايكو في شادوز مع جرنادير سولر. اول ما يجيب سوبر بتم فرفر جرنيدات، بخلص من الجرنيد فاينل بلوز في الاسترايك، واحتمال العب مباراة واحدة بس الزيادة كروسبل، واحتمال ابند البث لان بنشغل شوي. يمكن باكر اسوي بث العصر تقريبا، راح يكون نفس الفترة، او يمكن في الليل اسوي اكمل البث يعني. لا صراحة المهمات يعني اغلبها شوي تافهة يا اخي، بس شي تبي تغثك. اذكرك يا هنتر. ديستيني 3 بعد ما في كلام عنها. ديستيني 3 طلعت اشاعات عنها، مع ان الاشاعات كلها تكون صح لانه تطابق مع نظام القصة اللي هم الفيل وال شو اسمه افيدين افيليون اتوقع. ايه ما في علم. Lights and other defensive measures across this area. The local hydro plant is under their control. They are behaving militaristic, fallen as well. Get their arms and everything. It appears we're not the only ones. What about him? Shut again. بس عشان يبسو بري بسرعة. ما اتوقع ان فيها داخل ويل سترايك صح؟ ولا؟ وتاني داخل نايت ولا اي سترايك؟ والله اني اهبل، والله اني اهبل. محطي طبعا بامب اكشن يعبي لي الهبي بسرعة لما سوبر بسرعة لما العب بي او اذبح بشاتجن. ايه والله ايام هو سحب على ديسني، راح على فورتنايت. انا نزلت فورتنايت فتره وسحبت عليها، الحين برد نزل يعني لان في اشياء ممتعه يا اخي. حاليا في اللعبه قاعد استمتع، مو في اللعبه نفسها، قاعد استمتع في شو اسمه، استمتع في الكرييتيف.
ألعب طور الكرياتيف يا أخي جميل. أو شت إيه قتاب بالغلط ذبح نفسي. يا اخي بغير زر القرنيد انا. اي شتقن يا دروب دث؟ اذا بتقصد الشتقن اللي انا استخدمه حق ال شو اسمه حق الاسكليشن اللي هو اسمه ايكلوس اس جي اذا تقصد هذا. والله زي الرسبنوني هني صراحة. استغفر الله العظيم. هاي متى بتم دقتها بدل ما فرق الريت؟ لا مو تاكل بس والله فتحت الجست. اذا تقصد البي في اي عفوا اذا تقصد البي في بي تبي شادي، يعني شادي ما ينفع وايد حق البي في بي لان ما لان هو رابيد فاير شادجن ما ينفع وايد حق البي في بي لان بطئوه حاليا. اهلين يا عزوز، بس قبل ما اسوي بس خلني اسوي تراك حق اللي ترايم. ايه هذا هو. اوكي باقي لي 44 كل بس حلو. لا 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 بس قاعد افرفر جنباتي. شبه بعد ما مات انا مو تقول بس برايم. لا والله بالي برايم والله.
اتوقع انا اخر رن وبخلص. كيف ليش يدمجهم؟ ليش يدمجهم؟ لا اصلا انا مت عشان اشيك كم واصل في الكوست. باقي لي 12 كب ومتة 10 كيلو. مت يبانا جيم كروسبل بعد هذا طلع حرتنا. بلعب كوك ايش اسمه رامبل. اختم البث برامبل. يخرب بيتك اوكي. لصق في وجهي ما خلاني افر القرنيد عدل. ذبحتني القرنيد. حتى الفولن قام يخلوني اندهر. خرب بيتكم 92. الله الفولن قام بعد يفكرون. حتى الفولن شالين في خاطرهم علي. شوف يضرب ويشرد الكلب. يلا موت. خلصنا نشوف سلاح والله على حسب كم بتذبح لأن يحتاج وايد تذبح. خلصنا. وايد يبالي صراحة عشان تقدر تطلع لأن يحتاج ذبحات وايد ويحتاج انك تلعب بالمرد فورس ولا شيء هذا عشان تقدر تجيب الدروع وتقدر تخلص اصلا تقدر تخلص البونتيات وتجيب الدروع اصلا شيء ولا شيء. والله ما ادري عن نفسي صراحه اذا يستاهل. انا قاعد اطلع بس عشان كولكشن. لا حذفت الغلط. لا حذفت المارك الغلط. الله انا بس بطلع عشان كولكشن ولا مو مهتم. يلا نلعب جيم رامبل. ما ناخذ جرينيد لانشر بس يلا عادي. وعليكم السلام يا ميلان. احتمال البث يبند لان احتمال اطلع في اي وقت. عاد ان شاء الله يحصلنا مباراة في شو اسمه
خلي هذا، احس وايد ما يعرفون كيف يبون هذا. طبعا للناس اللي ما يعرفون ال لا لا الامبلم اللي انا محطنه بحصر ببلاش. طبعا الامبلم هذا للناس اللي ما يعرفون اللي هو انسرد كول، عشان تقدر تحصله لازم تخلص ترايم في الايفنت موجود في الريفرلي، اللي هو الخاص بالسوبر هذا، سوبر سيلبرتوري هذا. لما تخلص المهمة عفوا التراين فاذا وتسلم التراين فاذا، تروح على موقع بانجي، تروح على او اذا عندك برنامج ديستني تروح على بانجي ريورد، راح تحصل الريورد هذا انك تقدر تسوي لك كليم. طبعا لما تسوي لك كليم راح يرسل لك الكود، راح يرسل لك ايميل على او كود على ايميل اللي انت محطنه في موقع بانجي. لما يطرش لك الايميل هذا تفتحه، لما تفتح الايميل هذه ويعطيك رابط، الرابط هذا تدخل عليه وديك لموقع بانجي، يطلب منك انك تسوي ساين ان اذا كنت تلعب على الباتل نت ولا كنت تلعب على البي سي عفوا على الاكس بوكس ولا على السوني، تسوي ساين ان وبعدها تدخل لي اللعبه وتروح على الكوليكشن، تروح على الفليرز، بعد ما تروح على الفليرز تروح على الايفنتس وراح تحصل الابله موجود هناك في الصفحه اللي تحت على حسب الابلمات اللي عندك. هذا هاي هي طريقته على السنايبر. لا وين السنايبر؟ بعدني مو مرحله تسمح لي اني العب سنايبر. انا حاليا شتجن مع ماوس كيبورد، يلا يلا بلعب سنايبر. والله ما بفلح صراحه، بس يلا الجيم اللي جاي بنلعب عادي مو مشكله. بلعب كوك شكلي اذا بلعب سنايبر، لان اتوقع ان كنترول يا اخي شو اسمه رامبل والله ما ينفع ابدا اني العب سنايبر. بالنسبة للشداقن لا تشفرون، لان دسرك اللي عندي زبالة والله. لو عندي دسرك قوي بقول انا حاولت، انا سحبت على الشفرون حاولت على الشداق الثانية بسبب انه ما اقدر اتحدى الشداق الثاني مثلا في الكومب والاشياء هذه، لان الكل قاعد يلعب لي راش والاشياء هذه. ضيعت العقد. اللايت ايوه اتوقع انا بزيد اكثر عن 70 مع اضافة البنمبرا. جبت بادي شوت بعدني الشبرون في الماوس كيبورد ما متعود عليه. كنترولر ابدا فيه، يعني مو باني ابدا اعرف العب فيه اكثر من ماوس كيبورد حاليا. شفرون ها ما اخذناها بمناسب سبرس زد يعني ما تخليني اخذ راحتي. خيبة والله اني هول تشبرو ما بينفع حق هالاشكال ولا حتى شرق بينفع، بس احسن من تشبرون. اخذ نبي قاعد تشرد من ساعة شات الهيفي شو يعني. طبعا ضيعت الطلقة الثانية لان اذا خفت انه يفوز شو اسمه يذبحني ولا شيء.
هذا بهنا خيب ويروح بعيد. بالنسبة لي الايم في النت فورغاتن او اي سلاح برايمري عندي الايم حلو عندي في الموس كيبورد، لكن لما اي حق سبيشال مثلا شتق من الاشياء هذه احس نفسي مو المنتهي. اوش الاسبكتر اذبح اذبح هذاك يا ما بي لك صراحة. والله ان الركلس يا اخي مشكلته يم يعطيني فلنش وانا اهبل شفرت وايد. ايه كم سبكتر اللي عندنا في الجيم هني يخرب بيتكم يا اخي. كذا اعرف ان السبكتر السوبر ما يخلص بسرعه فاني عادي اخذ لفه في الماب وبعد السوبر هذا موجود. اح اربع اوكي يذبحني من ون شوت حلو يعني كانك تلعب لينر فيوجر رايفل بس سبيشال مو بهيفي. حلو بس ما ادري اذا عنده باف ولا شيء شغال اللي ضربني هيد شوت ولا هو بيذبحني من هيد شوت. يعني بما انه يكون نفس السنايبر ولا هذا فاتوقع انه يكون شو اسمه علقت 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 ياخذ الهبي مختفي الكلب. شو سالفة الناس اللي قاعدين يختفون مسيم موضوع شيء في اللعب ولا شو السالفة؟ تيتشيب شعر المجموعة ديت كلها كيف يعني ما فهمت. انك تبي تلعب علي حبيبي انا تراني مين تايتن يعني لو بتلعب علي مو بكل مرة ايد واعرف انك تايتن هناك عندك شو اسمه سبروست قرنيل عشان شي ما يتلف. لا سوي دقيت ار2 بدا مو بار2 يعني دقيت ان زر ال ضرب الاسلام بدل الشولدر يا اخي انا حمار والله بعدني في الازرار متوهق. الله العظيم ها ايش الرمبل والله ما اعرف عن شو تتكلم. سبرس خرا عليك خرا عليك ها يعطيني سبرس من صوب وهاي يذبحني من صوب يخرب بيتكم شالين بخاطرهم علي وايد شو السالفة يعني. والله الستور ما اعرف كيف اوقفه صراحة فاز فاز. Not bad at all. كرسي يا اخي 50 مرة والله ما استمتع في الكرسي مثل قبل.
هسه اللعب بارد، لعب تافه، والله ما ادري. دقيقة بس. البث اتوقع يلا جيم كم يلا جيم اخير قبل نبند. ابي العب شابورون بس يا اخي، بخلونا خلونا نستمتع بشابورون. والله ناس يا اخي، في ناس لعبهم مرض والله. يلا نجرب شو اسمه نوع جديد من الاسلحة. حطي وورد كليف دام الكل يلعب وورد كليف. نلعب هالاسترايكر ولا الاسترايكر اللي تحت؟ والله ما نلعب الاسترايكر اللي تحت، مع اني ارتاح مع الاسترايكر اللي في النص حق رامبل اكثر. شكل سمعوني اني قلت اخر جيم، عشان ما يبون يدخلوني مباراة، ما يبون يطلع من اللعبة. شوفوا كيف يفكرون فيني. وعليكم السلام يا عمور. بنجي يحبوني، بنجي loves me loves me. Do you love me do you do you. شوف اسم الشعار، والله ما اعرف عن شو تتكلم. شو شعار شو يا هنتر؟ شعار شو؟ هبيك تعطيني شيء اسم. شو الرمبل؟ كيف يعني؟ ما فهم قصدك. شو اسم الشعر الرمبل؟ كيف مجموع كلات الجيم أقل من كلانك؟ كيف ما فاهم قصدك؟ سام اوف ما كلان. والله انت فاهم غلط، ما ادري اذا تتكلم عن سام اوف فولتيرز ولا عن شيء ثاني صراحة، ما أعرف عن شو تتكلم. وين سام فولتيرز؟ سام فولتيرز هذه اللي تقصدها، ان مجموع كلات اللي في الجيم ما يوصلون كلاتك. ما ادري اذا هل تقصدها ولا لا، ولا ما اعرف عن شو تتكلم والله. اوكي، معناه ما يخص الكلان في الموضوع.
كلوني ما اقدر اشوف شيء، شو السالفة؟ كلاتك اوكي. انا ما اسف، انا ما اشوف. اوكي بس بخلص المباراة، بناخذ لفة على الامبلمات الكومبتيتيف كلها ان شاء الله. مالك تقصد سم اوف فولتيرز اللي لما بس هاي في رامبل، انا لازم يكون كلاتك اقل من مجموع كلات اللي موجودين في الجيم، يعني لازم الكل اللي موجودين في الجيم لو تجمع كلاتهم ما يطوفون ال 19 او ما يوصلون ال 20. جبتها مرتين اتوقع. هذه كيف ما مات من الطلقة الأولى؟ ما يتحركون. تعال صوب. عند الهيفي ارى عليك، الله راويك، الله رسبنت وراك. تعال يا كلب. خيبي لعب اس ام جي باد ريبوتيشن. والله بعدهم ذا فيل مو معروف عنهم، مو معروف عنهم شيء. بس يتريل الهيفي من صدقك. خلصوا السبيشال عني مسكين. انا الحين بتري السبيشال اللي بي قصدي. سير ولد ورفتك اقول بس. لا ارب بلاست، ارب بلاست وحش وحش، ترى مو بخريف اللي يلعب في كونتر. خليفة لو يجاب لك والله ما تعيش قدامه. بقول لك اياها بصراحة، مو بلان ربيعي بمدحها، لا حبيبي اعرف لعبة. وين البراد؟ ما بالهبل والله، ما نط والله. What the hell is going on؟ قاعد يضرب شولدر ولا ينضرب يا اخي، ها سوبر مشكلته. قاعد يشرد، قاعد يشرد والله. حرام راح يسمو فولتيرز لو والله لو عركت عليهم زيادة زين. طيب فيوجن والله لو حرام راح يسمو فولتيرز. يلا وافي
احلى رسبون والله بنجي يحبوني بنجي شكرا صراحة. باقي لي كلين ما بعرق عليهم، خلي شوية يبون حرام يستمتعون شوية. هذاك بياخذ الهبي صدقني. تعال طيبة طيبة. والله انا كنت شادر ان شي على النهاية شفتوه كان زي اللي يسموه فولتير، شفت قلت خلاص ما فايدة. هاي بعدها قاعد تلحقني يعني لفيت وبعد تلحقني. رسبنت سوبر رسبنت سوبر رسبنت سوبر رسبنت هيفي. ترى والله يعني قسما بالله يا عمي خلني اخلص الجيم. لا تعال تعال. والله اوكي لب من جريدين. اي والله رسبونات نار 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 يا حبيبي نار. جيت رجت بي جيت رجت جوت ديركت. ايه والله الوارلوك لا حرام يا اخي، يوم شفت ما في فايدة حق ال شو اسمه يسموه فولتير قلت خلاص ما في فايدة. يلا ناخذ لك لفة على امبلمات مالنا قبل ما تبند البث، او قبل ما نبند البث قبل ما تبند البث قلنا. كولكشن فلير كومباتيتيف. نبدأ الامبلم الاول 40 بس بس ام جي ما لعبت وايد في الركلس، يمكن كم مبارتين يمكن بس. الكي دي 1.52 23 مرة مسوي رست، من مع ان مسوي ديستني 1. شوف ديستني السنة الاولى بكبرها مسوي رست حق الرانك بس 5 مرات، ديستني 2 السنة الاولى بكبرها 5 مرات. ال 18 الرانك هاي كلهم من بعد الفورسيكن، من بعد ما ردوا الشولدر تشارج، من بعد ما ردوا الشدجن والاشياء هذه. هاي فور جلوري 5285، مع انه ما لعب كومب خلاص سحب عليه، لان اول ما حولت ماوس كيبورد سحبت على الكومب قلت ما ابي العب، لانه اذا لعبت بخسر اللي وياي لان اللعب تعبان. عندي هني 38 ستريك، عندي هني 32 ألف، مع ان ديستني السنة الأولى بكبرها بس عندي 9000 أتوقع. مع ان ما كنت ألعب السنة الأولى لأن الكروسبل كان مرض 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 وما كنت ألعب في ديستني، كنت ألعب بس أوقات إن كنت أبي أخلص ال5 مباريات في الشخصيات عشان المهمة. وهذه عندي 178 فايت مي، هالإمبلم بعدين ما يبدأ. عندي هني 38 ستريك في هذا لأن مع الجلوري. عندي 81 جولد ميدل، لعب 756 مباراة كويك او فايز 756 مباراة كويك، فايز 304 مباراة كوم، مسوي 3 مرات رصد حق ران جامبت، وهذا هذا هذا وهذا وهذا هذا هذا وهذا مسوي ديبوزيت حق هذا. بشوف في امبلم ثاني كومبتيتف. الامبلمات الباقية جاي بس مرة واحدة فلولس اللي هو اول اسبوع في ديستني 2، اول اسبوع جبت فلولس وسحبت عليه، وهذا الامبلم حق ايرون بانر تيب الميديا لدى نفس الشيء. بدأ بحثي بس 149 فايز 84 مباراة فاتح 171 باكج ذبح 541 بتوقع سنايبر جرنيد لانشر الاشياء هذه. هذا ما ادري ما اشوف، وهذه هي الامبلمات اللي عندي بس، وهذه هي الرانكات اللي عندي. المهم يا شباب نورتونا في البث. طبعا حاليا لازم اطلع، خلنا نتاكد اني خلصت كل البونتيات اللي عندي. كيف هند كانوا اللي عندي؟ اذا تقصد شو اسمه عبالي تقصد النتورجات. حمين كان على النتورجات. سيرفس ريفولفر والله ما ذكر مين طاح لي، بس فتحت باكجات عند شو اسمه عند زفالة وعطانية. بس قبل حصلت من يعني نايت فول بس كانت بركات خايسة، سويت ديسمنتل تميت افتح باكجات اشوف حصلت السلاح هذا واشوف اوكي جيد لا بأس فيه. هاي الباكجات انا فتحته وحصلته، حصلته مع افضل بركات ممكن رابيد هيد وكل كليب اللي عليهم وكروز راوند وعليه فاز درو، اشوف جيد لا باس فيه. المهم يا شباب نورتونا في البث، ان شاء الله نشوفكم بث ثاني، احتمال اسوي باشر بث اول يوم في الليل، مع ان اليوم في الليل ما اتوقع انه بيكون وقت متاخر والناس عندهم دوامات باشر والاشياء هذه، فما اتوقع ان في حد يحضر، فان شاء الله نشوفكم باشر او يوم الجمعه راح نسوي بث نخلص الريد. حاطي في بالي هذا الشيء نسويه ونورتونا.
وإن شاء الله نشوفكم بثاني. مع السلامة.